أستاذ كاظم، برأيك يعني تعتقد الانتخابات يعني حل ناجع للخلاص من هذا الفساد؟ إيه، إذا كان مجتمع ديمقراطي عندنا، إذا كان فعلا بيئة تساعد على إجراء انتخابات سليمة. بس أنا أعتقد هم قبلوا بالدوائر المتعددة طبعا، لكن الالتفاف حول هذه الانتخابات على هذه الانتخابات سيكون كبيرا جدا. والآن ربما بدأوا يشتغلون على عملية كيف يعني يدخلون على صناديق الاقتراع، التزوير، يعني وسائلهم عديدة، لأنه يمتلكون بصراحة، هم يمتلكون أهم شيئين، أهم عنصرين، هو المال والسلاح. وهذا بالمناسبة حتى الكاظم ما يمتلك. السيد الكاظم الآن حتى ما عنده مال يصرف للموظفين المتقاعدين ومؤجل الرواتب مؤجل، إذا لا يمتلك المال. والسلاح مو كله بيده، يعني السلاح ربما الأقوى هو عند الفصائل المسلحة. إذا هو يعني يفتقد، أنا قلت في البداية، إلى أدوات التغيير. أين المال وأين السلاح؟ المال، من يتوفر المال ويتوفر السلاح، والمافيات موجودة والسلاح المنفلت، بمعنى أو بآخر أنت تستطيع أن تعمل كل شيء. فلا نستبشر كثيرا ونفرح بالانتخابات القادمة على أساس، يعني أنا أحترم رأي الأستاذ حسين عرب، لكن أعتقد الانتخابات سوف أيضا لن تكون نهاية المطاف، هذا المطاف المحزن اللي احنا بيه. ما متفائل بالانتخابات ابد؟ لا لا لا، ابدا، يا ما زوروا يا ما عندهم ملاعب. بعدين اقول لك، هيئه الانتخابات الموجوده نفس الاشخاص موجودين، نفس اللي اشتركوا وساهموا بعمليات التزيير ورضخوا العمليات التزيير، هم موجودين نفسهم ممثلي الاحزاب. كيف نامن بهؤلاء؟ اخي القضيه هي اكبر ما احنا نتكلم بالاعلام. ربما علي نصيف هي اجدر منا جميعا وتعرف، لكن قالت القاده، والله لو تذكرين اسم القاده انا اسالها نيابه عنك، من هم هؤلاء القاده؟ ست عالية، لا تخافين، انا امشي وراك. يلا ايش تمشي وراي؟ يعني 40 قضيه علي، ايش تمشي وراي؟